دلوقتي مع حضراتكم هنزور مصنع الكابتن في مدينة العبور. هذا المصنع متخصص في مستخلصات الزيوت الطبيعية من النباتات وأيضا في مستحضرات التجميل. بينتجوا النهاردة 172 مستخلص من الزيوت الطبيعية. قصة نجاح عمرها 85 سنة. خليكم معنا. شركة الكابتن لمستخلصات الزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل تعتبر واحدة من أهم الشركات المصرية الكبرى اللي أثبتت وجودها في قطاع استخلاص الزيوت الطبيعية وتعبئتها وطرحها للبيع عند حوالي 20,000 عطار في مصر، بخلاف أسواق 38 دولة على مستوى العالم. الشركة تاريخها بيمتد لحوالي 85 سنة، وأسسها سنة 1938 الحاج سداد أبو زيد في منطقة الحمزاوي بالأزهر، وكانت بتشتغل في مهنة العطارة وبيرقصها النهاردة الدكتور طارق أبو زيد، وهو طبيب صيدلي توارث المهنة أبا عن جد. العطارة والأعشاب واستخلاص الزيوت ومستحضرات التجميل، ووالده الكابتن طيار أبو زيد سداد أبو زيد هو أول من أنتج زيوت حبة البركة الطبيعية سنة 1990، يعني من 32 سنة، والنهاردة عندهم 172 مستخلص من الزيوت الطبيعية، وبينتجوا منها كمان مستحضرات تجميل طبيعية وصابون صحي جبار. ومن هنا بقوا رقم واحد في مستخلصات الزيوت الطبيعية بطاقة 200 طن سنوياً. مصنع الكابتن في مدينة العبور بجد مدرسة في استخلاص الزيوت الطبيعية وصناعة مستحضرات التجميل. تعالوا في البداية نقابل الدكتور طارق أبو زيد رئيس شركة الكابتن للزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل. المصنع عند حضرتك هنا من أهم المصانع في مصر، يمكن رقم واحد. عندنا 172 مستخلص من الزيوت وكلها بجودة عالية جدا، وبنصدر ل 37 دولة. ما شاء الله بجد لنا تاريخ كبير. نسمعه ونتعرف على حكاية آل أبو زيد. حكاية آل أبو زيد، أنا جدي كان عطار في الحمزاوي الكبير في الأزهر. ده أبو العطار هنا. أبو العطار. والدي بحكم إن هو طيار شافت الزيوت برة، وشاف إن العالم أوروبا بالذات مهتمية بموضوع الزيت، فلقى إن هنا في مصر في محاصيل، نجرب نشوف موضوع الزيت ده هيمشي ولا لأ. ومع العلم إن جميع الزيوت بتخش في صناعة الدواء، فوالدي دخل في موضوع زيت، بدأ بإنتاج زيت حبة البركة و اللي هو حوالينا هنا ده مكان استخلاص حبة البركة. صح كده؟ بس عايز أقول لك حاجة قبل ما نكمل، إن عندك نسبة الاستخلاص بجد رائعة. الحمد يعني لله. أنت بتحول حبة البركة بعد كده. لو شفنا، شوف يا دكتور، انا ما شفتش في مصنع قبل كده النشفان ده. انت بتخلص كل الزيوت من حبه البركه؟ كل الزيوت بتطلع منها طبعا. المكان على فكره الجماعه الاوروبيين والالمان بيحسدونا عليه، مكان قديم جدا، والحمد لله بيطلع اكبر طاقه انتاجيه، وبناخد ما يتعوضش النهارده. احنا بنطلع اكبر نسبه زيت من المكان ده، والمخلفات بتاعه الزيت دي الحمد لله بتخش في جميع صناعات الاعلاف، والحمد لله كل المنتجات بتاعتنا سجلناها في وزاره الصحه. اول منتج اتسجل في وزاره الصحه كان 1992 حبه البركه. جماعة الألمان بنصدر لشركات الدواء هناك عندهم، والحمد لله واخدين حيز كبير جدا في ألمانيا، وعندنا شركة دلوقتي في ألمانيا ملك لشركة الكابتن، وبنصدر برضو لأمريكا، وبنصدر لكندا، وبنصدر للجزائر. الحمد لله احنا بنصدر ل 38 دولة. الحمد لله برضو العالم برا مهتم بالزيت أكتر من مصر. في بعض الدوات اللي هي مشهوره، مثلا يقول لك المغرب زيت الارجان ده رقم واحد في الشعر. مصر ملهاش حاجه زي كده؟ لا، مصر مشهوره طبعا بزيت الجرجير. أيوة. زيت البابونينج اللي هو الكاموميل. الحمد لله مصر بتصدر كميه كبيره جدا من زيت الكاموميل، ده غير زهره الكاموميل اللي احنا بنصدرها. هي غير الزهره، بنصدر كمان الزيت. بنصدر الزيت التقطير. وده سعره اعلى بقى من الزهره نفسها طبعا. يعني حضرتك زيت الكاموميل الحمد لله النهارده سعره داخل حوالي على 2500 دولار. خلي بال حضراتكم،
زيت حبة البركة بيقوي جهاز المناعة ويزيد حيوية الجسم ومفيد لكل أمراض الصدر، وزيت الحلبة أغنى الزيوت بهرمون تروجين لإضرار لبن المرضعات. أما زيت الجرجير فده بجد ساحر وبيزيد من خصوبة الرجال ويقلل نسبة النيكوتين في الدم. وتخيلوا بقى أن زيت اليقطين بيساعد بقوة في علاج الأمراض الجلدية. أما قرع العسل فبيزيد من تركيز هرمون الذكورة في الدم. وزيت الشمر أكثر المنتجات اللي بتعمل إضرار للبول والطمس. أما اللي بيدور على مسكن عام لحالات الشد العضلي والتشنجات فعليه بزيت الكافور، واللي عاوز يهدي أعصابه ياخد زيت النعناع. أما زيت البصل فهو مضاد حيوي طبيعي، وزيت البردقوش بينشط خلايا البنكرياس ومهدئ للأعصاب، وزيت الحشيشة الخضراء أفضل حاجة للشعر ولتطهير الفم والأسنان. طبعاً مفيش غير زيت القرفة. شفت عند حضرتك هنا زيوت غذائية منها مثلاً زيت البرتقال، هل ده شركات الصناعات الغذائية المصرية بتعتمد عليه؟ بياخدوه طبعاً، بيخش طبعاً في صناعة البسكوت وصناعة الكيك، بياخدوا الزيت ده عشان طبيعي 100%، ما بياخدش مكسبات، مش عايز يخش في مجال مكسبات الطعام. هو بيكلفه شويه ولكن هو بيبقى شغال على الحاجه الطبيعيه. هو حضرتك بتستورد ايه من بره عشان تستخلص منه زيوت؟ نباتات زي ايه؟ يعني فانا مثلا الارجان بستورده من بره. بتعصر الزيت هنا في مصر؟ ارجان؟ كنا بنستورد الجينسنج لفتره قصيره جدا بعد ما تم زراعته هنا في مصر. هو ايه سر الجينسنج ده؟ يعني ايه سره ان العالم كله مهتم بيه، ان كوريا من اقتصادها الرسمي تجاره الجينسنج؟ جينسنج نبات شبه الانسان. ياه. كل قطعه فيه مفيده حاجه معينه، فلذلك العالم كله بيهتم بالجينسنج. مش بس انا اسمع ان هو عمر الشجره 200 سنه او 300 سنه. سعره بيختلف على عمره. طب ايه تاني ممكن نستورده من بره عشان نستخلص زيوت وليه سوق بره؟ ما انا مش هستورد حاجه وبعدين ما الاقيش سوق ليها. احنا يا فندم احنا برضه حبه البركه دي، احنا عندنا حبه البركه البلدي والسوري والحبش، أعلى قيمة حبة البركة الحمد لله البلدي، القيمة العلاجية والمادة الفعالة في حبة المصرية. مصرية. ويليها السوري برضو في نسبة الزيت، ولكن المادة الفعالة أقل من الحبش. حبش الحمد لله برضو في نسبة الزيت ومادة فعالة. هو بكام بقى طن البذرة كده بالمنظر ده؟ البذرة دي البلدي النهاردة بنتكلم في حوالي من 70 ل 80 ألف جنيه طن. ما شاء الله 80,000 جنيه. طب والزيت بتاعها بقى قيمته قد ايه؟ حسب الكيلو بتاعه بكام؟ انتوا هنا بتتكلموا بالكيلو مش كده، مش بالطن. بالطن الزيت ما ينفعش الطن، بالكيلو. بالظبط. الكيلو بكام بقى؟ يعني النهارده بيتراوح سعره من حوالي 400 جنيه، من 350 ل 400 جنيه. مصنع الكابتن بيتميز بجوده منتجاته، عشان كده قدر يدخل اسواق زي امريكا والصين وانجلترا والمانيا والسعوديه والنمسا وسويسرا. تعالوا نقابل الدكتور احمد امام مدير الجوده في مصنع الكابتن. احنا بنشتغل في امر خطير جدا والزيوت متعدده الاستخدامات، نضمن الجوده ازاي؟ تمام. طمنا. احنا اول حاجه بنطبق معايير الجوده، والجوده هي اصلا ايه؟ ان انا بلبي متطلبات عميل طبقا للمعايير الدوليه والمحليه. ببتدي من اول استلام المنتج، بطبق من اول المزارع بيكون طبقا للمواصفات بتاعتي اللي هو مطبق جي اي بي او جود اجريكلتشر براكتس. بشوف شقين مهمين، هم كذا حاجه بس اشوف شقين مهمين. اول حاجه ان المياه نفسها اللي بيستخدمها في الزراعه تكون خاليه من المعادن الثقيله، وطبعا ده تحليل انا بعمله. تاني حاجه ان يكون المبيدات اللي مستخدمه مصرح بيها، ونفس الوقت بيراعي في الحصاد ان يكون عدت مده المتبقيات المبيدات في المنتج، يكون جاي لي خالي من المبيدات. بستلم المنتج يا اما ترفض استلام المنتج. لا ده هو في الاول خالص، ده هو بيقول لك يا اما ممكن ترفضه. ما طبعا هو اصلا ما طبقش الكلام ده ما بدخلوش. طب التحاليل دي بتتم على العينات من الارض من الميه ولا وبعدين تحاليل المواد المعادن الثقيله في المنتج ومطبقات المبيدات. تمام خلاص تمام، طبق الكلام ده، هو اكون اصلا مطبق الكلام ده، اكون ان هو معاه شهاده بالكلام ده. طبق الموضوع دوت، ببتدي استلم عندي المنتج طبقا للسبيكس او المواصفات اللي انا محددها. طبعا مواصفات الجوده، بشوف الاول فحص ظاهري، المنتج خالي عندي من التجمعات اللي فيها مشاكل اللي هو رطوبه زايده، او وبعدين بعمل له تحاليل مايكروبيولوجي وتحليل البيروكسايد وتحليل المعادن الثقيله. وبعدين بعمل اختبار على عينه، بشوف هتطلع لي كميه زيت قد ايه، عشان اعرف ان انا المنتج كامل هيطلع لي كميه قد ايه وهيمشي ازاي. دلوقتي تعالوا نقابل المهندس محمد ابو زيد، نائب رئيس مجلس اداره شركه الكابتن، وهو مهندس ميكانيكا، وهيكلمنا
عن طرق استخلاص الزيوت الطبيعية. انت راجل بتستخلص النهاردة 172 نوع من الزيوت. تمام مظبوط. وحضرتك اللي قاعد 24 ساعة في المصنع بتتابع كل حاجة بتنتج. تمام الحمد لله. فهمني بقى ازاي بنستخلص، على كم مرحلة بنستخلص، ازاي، ايه انواع الاستخلاص؟ تمام. احنا طبعا المنتج بسم الله ما شاء الله يعني بنبدأ بالبذور، بتيجي من عند الفلاح او المزارع، بناخد منه بكميات حسب المحصول السنوي. المحصول السنوي بيتراوح مثلا حسب الانتاجيات للبذور، في محصول بيبقى بيعدي 100 طن 200 طن 500 طن في المصري، وفي منه بنتحاول ان احنا بنجيب استيراد برضو معانا عشان يساعد نسبه كميه الانتاج اللي بتطلع في التصدير. الوسيله الوحيده لاستخلاص الزيت هي العصر فقط؟ لا، في كذا وسيله. بتبقى في حاجات بتشتغل عن طريق العصر، وفي حاجه بتشتغل عن طريق اللي هو ايه، الكبس، مكان الكبس. مكان الكبس اللي هو الكبس ده اللي هو التقطير ولا حاجه تانية؟ لا، خلاف التقطير. التقطير ده حاجات بتشتغل مع ماده مستخلصه بتعمل عن طريق التسخين. هو تسخين بيفقد الزيت خواصه؟ لو عن طريق بطرق خطا ممكن يفقد الزيت خواصه، بيفصل الجزيئات. من خبرات حضرتك افضل زيوت الطعام ايه؟ طبعا افضل زيت في الطعام حضرتك اللي هنحطه للاكل طبعا هيبقى زيت الذره. زيت الذره افضل نوع ده للاكل. نحطه مثلا وزيت الزيتون والحاجات دي. طبعا زيت الزيتون ده رقم واحد طبعا، عشان زيت الزيتون الدهون بتاعته خفيفه جدا. فطبعا الدكاتره او الناس بتفيدوا لما يكون حد مريض قلب، مريض كلى، يفيدوا مع زيت الزيتون. بتستخلصوا انا زيت الزيتون؟ زيت الزيتون عندنا معصر بنستخلص منها. العالم بيفضل ايه؟ العصر ولا التقطير ولا البارد؟ العصر طبعا، على البارد. العصر على البارد افضل منتج. لما حضرتك تتكلم عن زيت تفضل عن زيت البارد. افضل زيت، افضل زيت تتكلم عنه ونتكلم عليه الزيت اللي معصور على البارد. يعني لما اجي اشتري ابو الزيت لازم ابص الاقي مكتوب عليه ان هو معصور على البارد؟ على البارد طبعا، زيت كويس جدا لان هو ما تعرضش للتسخين خالص. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس محمد سالم، المدير الاداري لمصنع الكابتن، وهو المسؤول عن اعتماد وتسجيل منتجات المصنع سواء زيوت طبيعيه او مستحضرات تجميل. احنا بنستخلص زيوت، وحضرتك بتتعامل مع ثلاث جهات اساسيه، اولا وزاره الصحه، ثانيا الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، ثالثا وزاره الزراعه، رابعا وزاره التجاره والصناعه. الناس بتساعدنا، حاجاتنا بتتحل بشكل سريع، صادراتنا بنلحقها. احكي لي. صراحة في تعاون جميل جدا 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 من ثلاث وزارات، في خاصة في هيئة التنمية الصناعية، وذللوا كل العقبات. كمان ناسين هيئة الاستثمار، دي مهمة جدا. ما هي برضو هي يعني هي جزء مكمل وأساسي مع هيئة التنمية الصناعية. حتى هيئة الاستثمار عملت فروع، عملت فرع لهيئة التنمية الصناعية بدل ما كنا بنروح التجمع، عملت فرع أساسي دلوقتي في هيئة الاستثمار في صلاح سالم، في معاملة في منتهى الجمال. حتى صدرت قرارات أخيرة دلوقتي في الرخص الدائمة، إن كان بيتعمل لها متابعات وأوراق كتيرة جدا جدا جدا، دلوقتي بدأت تروح تقدم إقرار إن المصنع قائم، يديك رخصة التشغيل. لا، غير رخصة التشغيل، متابعة رخصة التشغيل. وزارة الصحة برضو في تعاون جميل جدا جدا من الطب الوقائي في بنها، بيلحقك بالتحليل على طول. لا، وعندنا صحة في العبور ناس أفاضل جدا وناس جمال، وبيجي يسحب بعينات دورية وبيحلل في المعامل المركزيه لوزاره الصحه، وبناء على هذا التحليل بيتم استخراج شهاده صحيه وبيتم التصدير على اساسها. الزيوت الطبيعيه عالم مذهل، ومع كل منتج في شركه الكابتن بتلاقي في روشتة بتشرح مكونات الزيت والعناصر الفعاله فيه واستخداماته وطرق حفظه. بجد هم من افضل المنتجين للزيوت الطبيعيه في مصر والعالم العربي. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يكشف تفاصيل مشروع تخصيص 10,000 فدان في محافظة الوادي الجديد للمصريين العاملين بالخارج بغرض زراعتها، حيث سيتولى المهندس حاتم الكومي رئيس مجموعة الكومي للاستثمار أعمال استصلاحها واستزراعها وإدارتها لأصحابها المغتربين بالخارج.